في هذا المكان التقى موظفو القطاع التدريسي بجامعة تعز وموظفو القطاع التربوي بالمحافظة للمطالبة بسرعة صرف مرتباتهم المتوقفة منذ 6 أشهر. أوجه رسالة إلى فخامة المشير عبد الرب منصور هادي بأن يتحرك سريعا لإنقاذ محافظة تعز من كارثة محدقة بها وهي كارثة المقاعة. نطالب برواتبنا، لا نريد منهم صدقة أو مكرمة أو معونة، نريد الراتب. حرام، اتقوا الله في أنفسكم وفينا. نحن موظفين ليس لنا دخل سوى راتبنا، أين نذهب؟ هل نشحت؟ وقد فعل منا الكثير. هل نبيع أنفسنا؟ وهذا عار عليكم. التظاهرة التي جابت شوارع المدينة هي الثانية منذ استئناف الاحتجاجات التي كانت قد توقفت بعد توجيهات الحكومة الشرعية بإطلاق مرتباتهم، ليتفاجأوا بعد ذلك بصرف مرتب شهر واحد فقط دون مراعاة للحالة المعيشية المتدهورة التي يعيشونها بسبب الحرب. من غير العدل والإنصاف أن لا يستلم المعلمون والموظفون بشكل عام وأساتذة الجامعات مرتباتهم. احنا في تعز وقعنا في بين كماشة الحصار اللي هو المفروض علينا من قبل الحوذي صالح والطوق الإجرامي اللي مقبل عليه القذائف علينا، وكذلك المرتبات التي هي مصدر عيشنا داخل تعز. لا نجد حتى المساعدات الغذائية، لا يوجد لنا أي مصدر. أولادنا، أنا زوجتي تحتاج إلى عملية بالقلب، ما قصرة، من أين أتي بهذه المبالغ؟ أول المرتب موقف. إطلاق الدفعة الثانية من مرتبات المديرية التي لم تتسلم من قبل خطوة متأخرة وإن بدت في الاتجاه الصحيح كما يرى البعض، إلا أنها تزيد المشكلة تعقيدا إذا ما استمرت آلية الصرف بهذه الطريقة. بات خيار تصعيد الاحتجاجات أمام موظفي القطاع التربوي والتعليمي بمحافظة تعز هو الشيء الأكيد، لكنهم حتى اللحظة ما يزالون ينتظرون أن تلتفت إليهم الحكومة الشرعية. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.